بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم مع بعض السجلات، ويبحكوا عنها اللوج. في البداية بدنا ننشئ كمان ملفين داخل مشروعنا اللي هو البروجكت. هسه أنا في السي أم دي، في جهاز الماك نحن نسميه تيرمينال، في الويندوز بنسميه سي أم دي. داخل التيرمينال أنا هسه موجود داخل فولدر بروجكت، فنكتب تاتش index.html انتر، ونكتب كمان touch style.css فنشاهد كمان ملف الستايل. طبعا الاندكس html والستايل css هي متعلقة في مجال الفرونت اند، متعلقة في الويب. انت ممكن تنشئ اي ملف بدك اياه. خلينا هسا مع بعض نستخدم الامر اسمه get status، بحكي لك في عندك ملفين مش موجودات على الستيج اريا، ولك استخدم الامر اسمه get add. زي ما شرحنا في المحاضره السابقه، هي get add دوت هيرفع لك كل الملفات على الستيج اريا، هي get status، وهي كل الملفات صارت مرفوعه. شو بحكي لك هسه؟ عشان نرفعهم على الريبوستوري انت محتاج للكومنت. هنكتب مع بعض get comment dash m double quotation، وخلنا نكتب جواته مثلا رسالة عملت إضافة، بنحكي add، ضفنا ملف اللي هو index and ملف style، هاي انتر. لو كتبنا هسا get status بحكي لك الwork directory نضيف. خلينا هسا مع بعض نشوف السجلات اللي هي موضوع محاضرتنا اليوم. get log enter، شو بحكي لك؟ في عندك comment، وهي ال SHA الخاص فيها، الاوثر محمد السيد، وهي الايميل، الديت هي الوقت اللي احنا نشأنا فيه هذا الكومنت. طب شو الرسالة؟ يقول لك add index add style. في المحاضرة السابقة احنا نشأنا كمان create file note and work إذا متذكرين، ونفس الشخص اللي هو أنا محمد السيد، وهي الإيميل. فالفائدة من اللوج هي بتوريك كل الكومنت اللي أنت مسويها. كيف بدي أطلع من هذا الملف؟ بس اكبس على الكيو، أيوة طلع، هي الكيو. أوضح لك نقطة، خلينا نرجع مرة ثانية على الجيت لوج. مش انتبهنا إنه في عندنا هيد؟ أنا متأكد إنك أنت عارف شو يعني هيد، شرحناها في الفيديو السابق، الهيد بوينتر. اتفقنا الهيد بتوقف دائما عند اخر كومنت، وطلع كلامنا صح. هسه اكيد رح تسالني، هتقول لي يا مهندس ممكن يكون احنا عندنا 50 كومنت، هل بقدر اختصرهم بدل ما يكون هيك 5 اسطر و 4 اسطر؟ بقول لك هي كيو، نكتب جيت بلوك دبل داش 1 لاين، ركز انها 1 لاين انتر. شو سوالي؟ قال لك انت في عندك اول 7 احرف من ال SHA، وقال لك هذا عبارة عن الهيد، هو اخر كومنت، وهي الرسالة. مش هيك احسن لنا؟ فانت بتقدر تستخدم الطريقة اللي بتناسبك. اتمنى كانت افكارنا واضحة، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.